المقابله كانت صعيبه شويه، وكان ضغط، كان ضغط كبير على اللاعبين الوداد، على اللاعبين الفريق الخصم، ولكن الحمد لله يعني قدروا الدراري يعني يكونوا موجودين، يعني بريباراسيون موجودين مزيان، يقدروا يعني يحاولوا فهمتي يحاولوا يضغطوا الخصم، يدخل شويه داير ناقص شويه من الثقه في النفس ديالو. الاجواء الحمد لله فرحه كبيره، فرحه يعني في المغرب كامل ماشي غير في الدار البيضاء، الحمد لله فرحونا وفرحوا الشعب المغربي. وهذا الكاس كنا تنتسناه يعني ما من 2017 كنا تنتسناه، طلعنا للفينال الدولينا الحمد لله، هذه الثالثه وكانت مستحقه، كانت مستحقه ماشي زعما ايرن، هذه كانت مستحقه. وبرافو اللعاب وبرافو الوليد الركراكي، والحمد لله زعما على هذا الكاس وعلى هذا الانتصار وعلى هذه الفرحه. وتشكروا اللاعبين، تشكرهم بزاف، وتشكروا الرئيس، وتشكروا سيدنا اول حاجه. عظيم، وكنتمنى اليوم ان شاء الله يدوا كاس العرش والبطوله، وفرحانه بزاف والله، فرحه لا توصف. زعما تفرجت في الماتش وعجبني بزاف، وواحد الكرينطا يا سلام، رائعه بزاف رائعه. فكرونا في 2017 والسيناريو ديال مؤيد اللافي ديال بحال اوناجم، وكنتمنى اليوم ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. شكرا. على العموم كنشكروا هذه الجريده هذه على المواكبه ديال احتفالات جماهير الوداد، اللي في هذه الليله ما يسعنا الا ان نهنئ جميع مكونات الوداد من اطر اداريه وتقنيه ولاعبين. وهذا الاحتفال ديال جماهير الوداد اليوم، حنا ديبلاسينا من مدينه الرباط باش نتبعوا اللقاء ديال الوداد، الحمد لله توفقنا في هذا الشيء هذا. وكنشكر جميع اللاعبين كما قلت لك، هو سبق قلت لك الاطر التقنيه، والحمد لله على هذا الاحتفال هذا اللي كنا كنتظروه من 2017 وتسرق منا في 2019. الحمد لله دابا واكبنا كما كتواكبوا الاجواء بمدار الدار البيضاء. اليوم ما غتنعش الدار البيضاء، اليوم ما غتنعش. اولا كنشكروا جميع جماهير الوداد، وكنشكروا وليد الركراي، وكنشكروا جميع اللاعبين اللي قاموا بهذا المجهود هذا، ومبروك علينا ومبروك جماهير الوداديه كاملين. والاجواء كما تشوف راه حماسيه هنايا، وكلشي فرحان، لا جماهير الرجاويه ولا جماهير الوداديه، كلشي فرحان. و اش نقول لك، هذا الكاس هذا راه تديو عن جداره واستحقاق، مبروك علينا.